أول مباراة ليك في التشكيلة الأساسية، لكن شفناك غادرت بين الأشواط، علاش؟ إيه معناتها ديجا معناتها متفاهمين مع الانترينور اللي كنت باش نلعب مش ماتش كامل، كو معناتها 45 مينيت باهين خير من الماتش ومش باهي معناتها الحمد لله. معناتها احكي لنا على جو في طيب الميري والبيبليك اليوم في أول مباراة في التشكيلة الأساسية. إيه جو باهي معناتها استاد نعرفه وكو معناتها اليوم أون بيس معناتها ربحنا وقفوا معانا وربحنا وكاو معناتها وسام العمدوني ماركة 3 بنتوات ما شاء الله ما شاء الله.